اوكي، اول حاجه مش عارفه ليه حسيت من الكارت ده انه يجي كده في الاول، وبعدين الحاجات الحلوه دي انه في نحسه هيتفك يا عذراء، في نحسه هيتفك. the tower، the tower هو انهيار لشيء غلط، شيء فاسد، شيء مزعج في حياتك، هينهار انهيار مفاجئ، هتحس بالانهيار ده، هتشوفه يعني. يحل محل بقى الانهيار ده الشمس بقى تطلع والرؤية توضح. انا شايفاه نحس بيتفك يعني، معلش، لانه بعده على طول في the world، نجاح، اكتمال دائرة من كل الجوانب، عندك نجاح في كل الجوانب وبسم الله ما شاء الله. والشمس طلعت، الشمس ابتديتوا اكيد تحفظوا معايا معاني الكروت، يعني الصحة، يعني الامان، يعني سعادة، يعني مرح، يعني حاجات حلوة قوي ما شاء الله جاية لكم، نجاح من نجاح لنجاح تاني، يعني نجاحين فيها، تنجحوا في حاجتين ورا بعض. العذراء السناجل، هتقابلوا حد، في حد هتقابلوه وهيعترف بحبه وان هو عايز يرتبط بيكم، وارتباط رسمي يعني، مش علاقة طياري خالص. والناس المتزوجين ده اتفاق على شيء، وانا حاسة ان هو اتفاق على شيء مع الشريك، يعني هتقعدوا كده مع الزوج والزوجة تقعد مع الزوج وهتعملوا خطة، هتحطوا خطة، هتعملوا اتفاق على حاجة، حاجة للمستقبل. سوري انا نسيت اعمل ده سايلنت. الاتفاق ده خير يا جماعة، الاتفاق ده بعده في انتصار، في طاقة جديدة حلوة جدا، طاقة قوة هتقويكوا جدا، القرارات دي هتقويكوا جدا 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 يا عذراء. رومانسية يا سيدي، يا سيدي في رومانسية حلوة قوي، مشاعر جميلة للاثنين، السناجل بالنسبة للعلاقة الجديدة اللي هما داخلين فيها دي، والمرتبطين في رومانسية حلوة قوي. The High Priestess دي انا بشوف ان هي ليها معنى من اثنين، اما يا عذراء عندك حاجة كنت مخبيها هتضطر دلوقتي ان انت تبوح عنها، تتكلم بقى وتقول الاسرار اللي عندك. هو ممكن مش شرط ان هو يكون سر، لان الناس لما بتسمع كلمه سر بتتخض، بتقول انها حاجه وحشه يعني، لا، ممكن تكون حاجه انت كنت مخبيها، فاهمين قصدي، معلومه كنت مخبيها لنفسك، شايلها لنفسك، هتبتدي تبوح بيها او هتعرف. هنشوف يا مشمشه. والكارت ده كمان المعنى التاني بتاعه انه ممكن يكون في شوية حاسس ان انت عايز تقرب من ربنا الفترة دي يا عذراء، شايف ان انت هو ملجأك دلوقتي، محتاج تقرب له، ارجوك ما تترددش، عايز تقوم باي عبادة، عايز تعمل اي حاجة من ناحية ربنا، ارجوك اعملها دلوقتي، انت محتاج لده دلوقتي فعلا. العقبات اللي انا شايفاها دي افتكر انها ناحية الشريك، خليني احط الحتة دي للناس اللي داخلين لسه على جواز، لسه ما اتجوزوش، في شوية عقبات عمالة تقابلهم كل شوية، كل شوية تطلع عقبات جديدة. اثبت مكانك يا عذراء، ما تفقدش الامل، مش معنى ان هو في عقبات وابستكلز كده في النص انه خلاص لا انا تعبت ومش هكمل، لا كمل. ميرسي يا كوكي جدا. مجرد ما العقبات دي هتقف في خير كتير قوي جاي، خير يعني مش قادره اقول لك معنوي ومادي. العلاقه دي خير يا جماعه، العلاقه الجديده اللي العذراء داخل فيها دي علاقه حلوه جدا. افتكر ان ده ليه علاقه بالسر ده، السر ده هيتعرف، واضح ان هو هيتعرف، وانت بتحاول تهرب، تهرب من مواجهة السر ده، او محتاج تقرب من ربنا بس تهرب برضه، في حاجة من جواك خليك تكسل، لا مش دلوقتي، لا بعدين، كمان شوية، الحاجات دي في حاجة بتهرب منها يا عذراء، لو كان سر فانت بتهرب من مواجهة السر ده.
او الحاجه اللي انت مخبيها دي انها تنكشف، عايز تهرب من المواجهه في الحوار فيها، او ان انت بتهرب شويه من الالتزام ناحيه عبادات معينه تقربك فيها من ربنا، بتهرب منها شويه او بتاجلها. خلينا نقول بتاجلها، بليز ما تاجلهاش، ده وقتها على الاقل يعني حمد، يبقى ده حمد وشكر للحاجه الوحشه اللي انهارت في حياتك دي، خلاص باي باي، وحل محلها الشمس اللي طلعت دي، وابتديت تشوف رؤيتك واضحه واضحه، كل شيء واضح وسعاده وصحه. وممكن يكون تعب على فكره كمان يا عذراء، ممكن يكون كان في حاجه تعباك ومعناك جسديا، بس هتصح. والنجاح اللي انت فيه ده لازم، ولا يهمكم خالص، محدش يتضايق من اي حد بيكتب اي كومنت سلبي، انا بعمله بلوك على طول. لازم تحمد ربنا بقى على اللي حصل ده، نصلي كده وما نأجلش اي عبادات نقدر نعملها. اوكي، وزي ما قلنا السناجل باذن الله في ارتباط رسمي وعلاقه شكلها خير جدا جدا. العقبات اللي هتقابلك بليز اثبت اعند، لان ان شاء الله هتكمل، ولما هتكمل باذن الله خير كتير جدا جدا. ليه جالك حظر يا ياسمين؟ بس عندك حيرة جامدة قوي يا عذراء، خير هو او شريكك شايفك كده. يعني اولا انت مضطرب الفترة دي من ناحية الشريك، يعني لان دي علاقة، دي قراية عاطفية، فانت اضطرابك من ناحية الشريك فقط. خايف من حاجة، قلقان من حاجة، الجو متوتر شوية، نفسك الخوف اللي عندك ده يعني يا يتأكد يا يتنفي، يعني يا ده يا ده. عايز ايه؟ مش عايز تدي شريكك اي مشاعر، ماسك على مشاعرك خالص، مش عايز تديله ولا تنتوفة تقريبا لحد ما تحسم القلق وال الحاجة اللي انت مش متأكد منها دي، اللي مخوفاك بالشكل ده على الاقل. يعني شايف شريكك ازاي؟ شايفه عارف اللي هو ايه؟ ضحك عليك، مش ضحك عليك، عارف اللي هو بالبلدي كده واكل بعلك حلاوة. يعني انت، هو بيقول كلام بس مش ده الواقع، انت مش، انت شايف ان ده مش واقع، مش ده الحقيقة، هو بيضحك عليك. مروضك من الاخر، يعني عامل لك زي ما تقول ايه، غسيل مخ، عامل لك غسيل مخ. صح يا امير وكل كان بجد. اوكي، الطاقه ما بينكم، هقول لكم بقى، في حد بيزن في ودان حد من الشريك، بيزن في ودانه، يعني ايه؟ يعني عمال بيوسوس له، لا ده هو مش عارفه، ده كان ده 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 بيخونك، ده اكيد بيخونك، دي ما تنفعكش. عارفين في حد بيوقع، في حد بيوقع بينكم، شايفين البورس ده؟ انا ما بحبش بقى البورس ده. البورس ده واحد قاعد جنبك جدا، ممكن يكون صديق او حتى من الاهل، وقاعد عمال يزن في ودانك يا جوزاء او في ودان شريكك، حد منكم انتوا الاثنين. شريكك عايز ايه؟ دي مش مصدقة. تمام، شريكك عايز صديق قديم، معرفة قديمة، يفكر في حد كان يعرفه من زمان، الله أعلم مين الشخص ده، ونفسه يقابله. في حاجة، مرض أو شيء تعب الشريك عندك وعايز يتعافى منه، افتكر دي حاجه جسديه، مشكله صحيه يعني، ونفسه ان هو يخف منها. شايفك ازاي؟ شايفك محتار خالص، محتار تماما، عشان كده بقولك ايه الحيره اللي انت فيها دي، انت محتار جدا، والحيره بتاعتك شريكك شايفها.
اوكي يا شايمة، عايزة اقولك كل اللي عندكم ده، المخاوف اللي عندكم دي والحاجات دي كلها، انا شايفة ان هي مش صحيحة. الشريك يا جماعة مش عايز يخون ولا حاجة، ولا عايز يبعد، ولا ما بقاش يحبك، ولا اي حاجة من الحاجات دي. بس هو انتوا يمكن دخلتوا في مرحلة فيها زهق شوية، زهقتوا محتاجين تجددوا، عشان كده يمكن هو محتاج يرجع لصحابه القدام او حياته القديمة، او هي عايزة ترجع لحياتها القديمة مع صحابها وكده، في زهق شوية. اوكي، وده شيء طبيعي لو العلاقة بقى لها فترة ايا كان شكلها. العلاقة متوازنة يا جماعة، انا شايفة ان العلاقة فيها التوازن. ممكن يكون فيها توقيع، ناس بتوقع، ممكن يكون فيها انت عندك شوية مخاوف في دماغك، لان العلاقة شايف ان المعاملة اتغيرت، المعاملة مبقتش زي الاول، وده نتيجة طبيعية جدا لو في زهق، ده شيء طبيعي. علاقاتكم هتقوى يا جماعة، يا عذراء، العلاقة هتقوى جدا، علاقتكم ان شاء الله قوية جدا، ما بتتهزش. وداخلين على مرحلة هدوء وانسجام، والدنيا هادية جدا. الوسواس اللي عمال يوسوس ده، يا ريت لو هو شريك يا ريت تنبهوه، ارجوك معلش بليز، يعني لو اداك نصيحة او اديتك نصيحة ممكن تسمعها وتطلعها، يعني خليه يتكلم، بلاش تقطعوا مع الناس اللي بتوسوس لكم دي او بتنصحكم النصايح الجبارة دي، لكن ارجوك ما تسمعلهوش، وانتي بليز ما تسمعلهاش لو هي العكس، فاهمين قصدي؟ يا عذراء مش هقدر اجبرك هكمل، بس هي احنا خلصنا القراية، لو معلش اللي عايز يرجع لها تاني الفيديو تشير، هو موجود على الصفحة. هأكد بس على المعلومة اللي بينكو، المشاكل اللي بينكو يا عذراء انت وشريكك، المشكلة مش فيكو انتوا الاتنين، المشكلة في حاجات خارجية من بره. سيطروا على الموضوع ده، لان انتوا علاقتكم حلوة ومتوازنة جدا، ما تسمحوش لحد يتدخل في العلاقة بينكم او يديكوا اي نصايح، مفيش حد ادرى بعلاقتكم اكتر منكم انتوا بليز. وانا من موقعي هذا، من خلال اللي انا شايفاه، لو اللي انا بقول منطبق، القرايه منطبقه عليكم، النصايح اللي بتتقال لكم بتضركم مش بتنفعكم، فبليز ميرسي جدا للنصايح اللي بتتقال لكم، شكرا، احنا بنعرف نهندل حياتنا كويس جدا. كويس، ما تحتارش ولا حاجه يا عذراء، مجرد ما الزمن ده هيقف الدنيا عندك هتظبط ان شاء الله. وحبيبك مش بياكل بعلك حلاوه ولا حاجه، هو بس يمكن هي دي طريقته، يمكن ما بينفذش زي ما بيتكلم، ما بيقولش، ما بيفعلش زي ما بيتكلم، بس ده مش معناه انه بيضحك عليك خالص. نقول بقى المجموعه الثانيه ان شاء الله، نبتدي المجموعه الثانيه من 1 لـ10 سبتمبر. العذراء المجموعه الثانيه من 1 لـ10 سبتمبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الكارت بقى بيجي كتير قوي. هو ده الموسم بتاع التزاوج او حاجه؟ ده موسم تزاوج؟ يعني حد يقول لي، هو كان في شهر في السنه كده او شهرين في السنه بيبقى موسم تزاوج. خير، لعله خير. طيب بصوا يا عذراء، لسه ما قلناش التانية يا حبيبتي، لسه هنبتدي القراية بتاعت المجموعة التانية حالا. أول حاجة هبتديها في القراية دي، عندك حسد يا عذراء، المجموعة التانية عندكم حسد، حسد جامد. يعني مش عارفة أقول إيه. أولا رزقكم محسود، دي أول حاجة، رزقكم محسود. في الحالة دي شوفوا بقى انتوا، ممكن الرزق يكون مش كتير، لكن حتى القليل ده مبصوص فيه، في حد باصص لك فيه.
بص بقى، هو قليل ازاي؟ عشان تكسر الموضوع ده لازم تطلع حاجة، لازم يعني تدي حد، تدي تساعد حد، لان ان شاء الله هيزيد بقى في الحالة دي، هيزيد ان شاء الله. والحسد مش عايزة اقول نحس، اديتوني الكلمة، والحسد اللي عندك ده يروح. اوكي، الحالة المادية عندك مش مستقرة، طالعة نازلة، بس انت قوي يا عذراء، ما بيفرقش معاك، انت صلب، شخص صلب، وعندك طاقة كمان، هتجيلك طاقة جديدة كمان الشهر ده هتقويك اكتر، ولا يفرق معاك، الموجود بيكفي. وبتسيستم حياتك تمام، ما عندكش مشكلة. بصوا يا جماعة، اللي داخل مشاريع من برج العذراء الفترة دي، أرجوك ما تخشش أي مشاريع دلوقتي، أرجوك، أنا شايفة خسارة، في خسارة وخسارة فلوس. اللي داخل مشروع عذراء دلوقتي ما يدخلش حاجة دلوقتي خالص، يوقف بليز. الناس قلنا المرتبطين، الكارت ده بالنسبة لهم برضو هيتفقوا على حاجة، هيعملوا خطة، خطة ما، والخطة دي فيها سرعة، هتاخدوا قرار اللي هو يتنفذ حالا، يتنفذ دلوقتي، مش اللي هو خطة كمان شوية، هيتنفذ حالا، بس الحركة اللي هتعملوها دلوقتي هتأثر عليكم بقية حياتكم، قرار هتاخدوه دلوقتي. طيب نصيحة برضو يا عذراء، بليز ما تاخدوش قرارات دلوقتي، أنا الكارت ده مخوفني، بليز ما حدش ياخد قرارات دلوقتي. لو انتوا ناويين مثلا، بتفكروا انت وزوجتك او انت وجوزك تشتروا مثلا شقه، تسافروا ما اعرفش تروحوا فين، تشتروا ارض، تعملوا حاجه من الحاجات الجامده دي، فاهمين قصدي؟ حاجه هتاثر على حياتكم فيما بعد، ما تاخدوش قرارات دلوقتي اولا، لغايه لما العين دي تروح ونعدي حته الخساره دي، الشهر ده عدوه، ما تاخدوش ولا قرارات ولا تعملوا حاجه خالص، بليز يا عذراء، stay still, hold your horses. انت راكب horses ورايح على حاجه بسرعه ومندفع، ما هو ده دلوقتي، ده دلوقتي يا روان، دلوقتي ما حدش ياخد قرارات، ما حدش يعمل اي خطوات، بليز وقفوا كل حاجه دلوقتي، انت مندفع على حاجه بسرعه جدا، وفي زعل، في زعل، يعني حتى تحصل جوه ذاتك كده، يعني اللي هو هتتعب، لا بليز، قرارات، مشاريع، وقف بليز، هو شهر وقفه، بس الشهر ده بس، في مشاعر حلوه جديده جايه لك يا عذراء، الناس السنجل ده حب جديد، مشاعر قويه جدا جدا، والناس اللي متجوزه في مولود جديد برضو، الكارت ده مش شرط يكون الموجود ليك انت، ممكن يكون حد قريب منك، بس انت كنت مستني الخبر ده زيك زي صاحب البيبي بالظبط، هتفرح بيه جدا جدا، او ممكن يكون انت، يعني انت شخصيا. في رومانسيه برضو، الشريك شايف الدنيا عنده تمام، الناس السناجل لسه ما ارتبطوش، في ارتباط، وارتباط يعني جدي، وممكن تكون خطوبه. كنت بتقولي حقيقه كويس جدا يا ساره، لو انتوا ناويين تقعدوا قاعده وتاخدوا قرارات مصيريه، محدش ياخد قرارات دلوقتي خالص، ممكن تفكروا بس محدش ينفذ، ما تاخدوش خطوه دلوقتي. ليه؟ ممكن في حاجه هتبان لكم قدام، فاهمين قصدي؟ هتبان لكم قدام، انه ممكن تعدلوا الخطه شويه، او ممكن تلغوها خالص، فاتقلوا شويه. قرايه يعني صراحة وطرتني. الحالة المادية زي ما قلنا يا جماعة متقلبة ومش ثابتة، بليز نخلي بالنا من الصرف ونصرف بالعقل، خطة في الصرف، 1 2 3 ده اللي انا محتاجه وده اللي انا هجيبه.